السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم حضرتك يا شيخ، انا في كلية وبدفع عليها مصاريف، طيب، لكن فلوسي انا لسه ما تمتش 21 سنة والمحكمة مش سامحانا ان احنا نتحكم في الفلوس. المحكمة مش سامحة لان اي حد اقل من 21 سنة يسحب من الفلوس بتاعته. واخويا معاه فلوس لكن حاططها في البنك وبياخد عليها فوائد. ينفع اخذ من فلوسه وبعد كده لما تبقى 21 سنة اديها له ولا ما ينفعش؟ يعني انت تسأل عن الاقتراض من المبالغ الربوية؟ ايوه. والله اذا ما يصلح لك الا اذا كان ضرورة قصوى.